ازيكم عاملين ايه الاخبار؟ النهارده هقول لكم على هديه حلوه قوي تجيبيها لمامتك او لحماتك. بالهديه دي انت مش بس هتجيبي هديه لام واحده بس، انت هتجيبي لعدد كبير جدا من الامهات وهتساهمي انك تفرحي قلوبهم. طب ازاي؟ هي دي الفكره الحلوه قوي اللي عملتها جوميا، ان اي هديه هتشتريها من موقع جوميا هيطلع منها 10 جنيه للامهات الغارمات، وده كان بالتعاون مع مصر الخير، وده من يوم 4 مارس لحد يوم 21 مارس. انتي مسموح لك انك تشتري اي حاجة وهيروح من فلوسها 10 جنيه للامهات الغارمات. ان انتي بهدية مهما كان سعرها هتفرحي قلوب امهات تانية. لما كلنا نتعاون ونشتري من هناك الهدايا قد ايه في امهات كتير جدا هتجتمع بولادها، فهتبقى احلى هدية ممكن تقدميها لمامتك وتعرفيها كمان الفكرة دي، لان هي اكيد هتكون فرحانة، حتى ساعتها ممكن تشارك وتشتري هي كمان حاجة. الفكرة دي بصراحة اول ما عرفتها فكرتني بحاجة بسيطة جدا، فكرتني بالايام اللي لما كنت بروح ابات عند ناس غير مامتي كنت بعيط طول الليل لاني عايزة اروح لحضن مامتي وحاسة اني مش مطمنة ومش في امان. فاول حاجة جت في بالي انه تخيلي ان في بنات او اطفال او ولاد قاعدين غصب عنهم بعيد عن حضن امهاتهم، لان امهاتهم بس كانت عاجزة ان هي تدفع دينها. حاجة بجد توجع القلب جدا. عشان كده قررت ان انا في عيد الام افرح امي وافرح امهات تانية كتير. حتى لو فقدتي امك ربنا يرحمها، تقدري بالهدية دي تعملي حاجة لروحها بان انت هتساعدي امهات تانية وتشتري حاجة بسيطة جدا من جوميا. حبيت الفكرة وحبيت ان انا اشاركها معاكم، وياريت توروني ايه الهدايا اللي انتوا هتجيبوها لمامتكو او لحماتكو واللي هتساعدوا بيها امهات تانية من موقع جوميا. هتلاقوا الويب سايت اللينك بتاعه تحت وفيه كل حاجة عاوزينها، ده غير ان هو عامل خصومات حلوة قوي، فكمان هتجيبوا حاجات بسعر رخيص. انتي كمان شاركيها مع اصحابك ومع اخواتك، وطالما كده كده هندفع فلوس ونشتري هدية فهتبقى حاجة حلوة قوي لو جزء من تمن الهدية دي يروح للخير سواء لمامتك او لحماتك. واحب في الاخر اقول كل سنة وكل ام طيبة يا رب، وكل واحدة فقدت امها ربنا يا رب يرحمها وتكون في الجنة وفي مكان احسن، وتقدري بحاجة بسيطة جدا تعملي حاجة عشان تكون خير ليها في قبرها وربنا يرحمها يا رب. وربنا يفرح قلب كل حد ويفرح قلب كل ام ويجمع كل ام بنتها على خير. وباي باي.